يا ابو منور الدنيا ووحشني جدا. انت كمان تسلم. طيب خليني اقول، انت لما جيت النهارده المهرجان ايه اللي انت متحمس له، ايه اللي انت عايز تحضره، جاي عايز تشوف ايه؟ بص انا جيت متاخر المهرجان عشان كان عندي سفريات شغل، فجاي بقى متعطش جدا ان انا اتفرج على الافلام، سبيسي بالذات الافلام القصيره. بحب جدا انا ومراتي اتفرج على الشورت فيلمز، فدي حاجه اول حاجه. تاني حاجه جاي فرحان قوي ان نهال مراتي هي اللي عامله الديزاين بتاع المهرجان السنه دي والسنه اللي فاتت، فدي كانت حاجه نفسي اتفرج عليها. لسه ما عملناش تور عشان وقفتني، بس هتفرج هي عملت ايه بعد الانترفيو ده. طب جميل. انا ابو دايما مربوط معانا باغاني المهرجانات الحلوه المفرفشه اللي هي بتنقل لنا الحاله اللذيذه وسط الدنيا الملخبطه. عندك حاجه لذيذه الفتره الجايه نستناها؟ عندي حاجه لذيذه بس العالم مش لذيذ الصراحه. يعني هو العالم مش لذيذ، وانا كنت هنزل الاغنيه بتاعتي اسمها الحرب العالميه، بس بعد الاحداث اللي تحصل في غزه ودلوقتي وقف لبنان، ف زي ما تقول صحابي اللي عايشين في لبنان مش قادر اتعامل، بس ان شاء الله فرج ربنا قريب قوي. بس لازم تدينا الطاقه دي اللي احنا بنحبها منك. ده انت ابو الطاقه الايجابيه اللي احنا بنحبها. حبيبي ربنا يخليك، تسلم. يعني استنى حاجه قريب ان شاء الله. قريب قوي قريب، مش قريب قوي ان شاء الله. شكرا. تسلم. شكرا.